السلام عليكم. نحن هلأ رح نحكي عن الإكويشن للسيركل. نحن بنعرف إنه السيركل هي مجموعة نقاط set of points اللي هي بتكون equidistant from a fixed point i اللي هي من إلا center، وبتكون الام at constant distance from i، يعني الام بعيدة مسافة ثابتة عن هيدي النقطة اللي هي fixed اللي اسمها i. فإذا السيركل الديفينيشن تعولها هي مجموعة نقاط بتبعد نفس المسافة عن نقطة معينة بنسميها السنتر، بنسميها المركز. يعني السيركل is a set of points M at a constant distance from a fixed point I. على هيدي الحالة بيكون المسافة من ال I لل M شيء بنسميه radius. ال I M equal radius مثل ما كتبت هون. خلينا نقول الام هي نقطة عندها coordinates x و y. إذا ال i m equal radius يعني ال distance من ال i للام equal radius. هيدي قاعدة ال distance ماخدينها انتو بصف التاسع. radical x m minus x i كلها square plus y m minus y i كلها square equal radius. فينا نعمل squaring both sides لأول ميلة ولتاني ميلة، بيطير ال radical من أول ميلة وبنعمل square بتاني ميلة، بتصير هيك ال equation. هلا اذا اعتبرنا الكوردينيتس للاي اللي هو السنتر هن A و B، بتصير الايكويشن هيك. الاكس للام هي اكس، والاكس للاي هي A، بلس الواي للام هي واي، ماينس الواي للاي هي B، ايكوال ار سكوير. هاي الايكويشن للسيركل. هلا في شكل اخر للسيركل، للايكويشن للسيركل، هو لما نعمل اكسباند لهيدي. اذا عملنا اكسباند لهيدي شو بصير؟ على الايدنتيتي اكس سكوير هيدي بتصير ماينس 2ab بلس a سكوير، والتاني كمان y ماينس b كلها سكوير بتصير y سكوير ماينس 2ab بلس b سكوير ايكوال r سكوير. فينا نظبطهم شوية، بتصير اكس سكوير بلس رح أقرب لحد ال y سكوير، كمان رح أقرب ماينس، عفوا هيدي ماينس 2ax لازم تكون، هيدي ماينس 2by 2by، رح أقربهم لحد بعض، ماينس 2ax وماينس 2yb، وال a سكوير وال b سكوير رح أحطهم بالأخير، بلس a سكوير بلس b سكوير. رح جيب ال r سكوير كمان لأول ميلة، بصير equal 0. فإذا هاي الإكويشن الأولى للسيركل هي x minus a كلها سكوير plus y minus b كلها سكوير، سهل حفظة، equal r سكوير. هذا الشكل الآخر فين نعمله reduce، رح نعتبر هودي ل a سكوير plus b سكوير minus i سكوير minus r سكوير هي constant من سماسي. بصير الإكويشن هيك x سكوير plus y square minus 2ax minus 2by أو yb plus c equal 0، where c شو هي؟ a square plus b square minus r square. طيب فإذا هيدا شكل الإكويشن للc expanded form، وهيدا شكل كمان الإكويشن للسيركل. يعني هلأ فينا نقول إذا نحنا كان عنا السنتر للسيركل، لنقول السنتر example، هذا ما بكتبش. إذا عنا السنتر للسيركل لنقول سنتر I coordinates له 3 و minus 2، شو بصير الإكويشن للسيركل؟ فينا نشتغل بهيدي اللي هون على هيدي الطريقة، بتصير الإكويشن هيك. هلا ال A وال B هن هول تعولات ال I، بتصير الإكويشن X minus A يعني X minus 3 طبعا كلها سكوير، بلس y minus b يعني y minus هيدي، يعني بتصير y minus minus 2 يعني y plus 2، y plus 2 كلها سكوير equal لمين؟ equal للradius سكوير. هلا هو المفروض يكون معطينا الradius، يعني معطينا السنتر. الradius لنقول هو equal 5 سنتيمترز، فبصير الجواب radius equal، فبصير الجواب x minus 3 كلها سكوير plus y بلس 2 كلها سكوير إيكوال شو؟ إيكوال R سكوير، يعني إيكوال 5 سكوير اللي هي 25. إن شاء الله تكون واضحة. في الطريقة الثانية اللي هي تحت، بنكتب X سكوير بلس Y سكوير minus 2 times A اللي هي 3 times X
ايه و minus 2by plus c راح اكتبها كمان طريقة تانية or x square plus y square minus 2 times a يعني minus 2 times 3 بيطلع minus 6 و x minus 2by يعني minus 2 times b يعني minus 2 times minus 2 بتصير plus 4y plus c. اتفقنا السي هي هيدي ال a square plus b square يعني 3 square plus هيدي سكوير و minus r سكوير يعني minus 25 minus 25 ال r سكوير هي هيدي r سكوير اصلا منجيبها الاول ميلة بصير عندي minus 25 يعني a سكوير اللي هي 3 سكوير بتطلع 9 بيرجع plus, plus b سكوير يعني plus هيدي بتصير 4 9 و 4 بصيروا 13 وعندنا 25 بس نجيبها الأول ميلة بصير minus 25 فعنا 13 و minus 25 بيطلع عنا minus 12 minus 12 equal ل 0. هيدي شكل الإكويشن التاني. كمان نحنا فينا إذا معنا الإكويشن للسيركل فينا نطلع السنتر والراديوس. مثلا لو كان عنا الشكل الأول اللي هون كيف تطلع كيف بيطلع السنتر؟ بكل بساطة السنتر هو الكوردينيتس له هيدي وهيدي بس بنعكس الاشارات لانه اصلا هو x minus a y minus b فاني حاطين هون minus a وهون حاطين minus b فبتكون السنتر i للكوردينيتس له a وb شو هي 3 و minus 2 فاذا ال i هي 3 minus 2 هي السنتر والرادس هو هلا هاي اللي هون هي r سكوير الرادس شو بيكون راديكال 25 اللي هو 5 فاذا ال r اذا هيدي r سكوير هي 25 يعني ال r هي شو 5 فإذا فينا نطلع عنها الراديوس والسنتر من وراء الايكويشن اللي معطيني اياه كمان فينا نطلع الراديوس والسنتر من وراء هيدي اللي تحت يعني اذا كان هو معطيني هيدي الايكويشن اللي هي اكسباندد فورم فينا نعرف الراديوس اللي هو الكوردينيتس عفوا فينا نطلع السنتر الكوردينيتس اللي له هن a و b ال a هي مين راح تكون هيدي اللي مضروبة بالاكس نقسمها على 2 على ماينس 2 يعني ماينس 6 لا لانه هيدي الماينس 6 اكس هي ماينس 2 اي اكس فاذا ماينس 2 اي ايكوال ماينس 6 يعني اي ايكوال ماينس 6 اوفر ماينس 2 نفس الشيء البي رح تكون بتساوي شو 4 على ماينس 2 فعشان اعرف الكوردينيتس للسنتر بيجي باخذ الكوفيشنتس للاكس والواي بقسمهم على ماينس 2 فاذا الكوردينيتس للسنتر اي فيني اطلعها من هيدي كيف بقسم الكوردينيتس بقسم الكوفيشنتس للاكس وللواي على ماينس 2 يعني ماينس 6 على ماينس 2 وال4 كمان 4 على ماينس 2 هيك كنت طلعت السنتر رح يطلع شو رح يطلع السنتر 3 وشو وماينس 2 هيك ممكن طلعنا السنتر الراديوس كمان فيني طلعه حسب هيدي مش نحن قلنا سي ايكوال اي سكوير بلس بي سكوير ماينس ار سكوير إذا جينا عملنا equation إنه c equal هول يعني a square plus b square minus r square equal c خلينا نطلع الراديوس شو بيساوي بصير a square plus b square minus c equal r square يعني بيطلع مع الراديوس equal شو radical لهول radical ل a square minus b square plus b square minus c فإذا هون صار عنا كذا قاعدة إنه إذا معنا هذا الشكل اللي تحت اللي هو expanded form فيني نطلع الradius عبر هيدي القاعدة r equal radical a square plus b square minus c طيب مين هي ال a ومين هي ال b ال a وال b هن هول تعولات ال i منين منجيبون منجيبون من الكوفيشنتس للx والy بنقسم الكوفيشنت للx على minus 2 بيطلع عند ال a نقسم الكوفيشنت للواي على ماينس 2 بيطلع عندي البي هودي الاي والبي بيفيدوني لطلع الراديوس هون يعني بيعمل اي سكوير يعني جواب الاي اللي هو 3 بيعمله سكوير بلس جواب البي اللي هو ماينس 2 بيعمله سكوير بحطه هون ماينس سي من هي السي هي هذا الرقم اللي بيكون هون بالاخر هذا الرقم بتمنى تكون وضحت الصوره فعلى هيدي الحاله الراديوس ايكوال راديكال اي سكوير بلس بي سكوير ماينس سي يعني ايكوال راديكال
A سكوير هي راح تكون 3 سكوير يعني 9 بلس B سكوير يعني هاي الماينس 2 بعملها سكوير بتصير بلس 4 وعندنا ماينس C يعني شو ماينس هايدي هايدي هي ماينس 12 وأنا عم بقول ماينس C بتصير ماينس ماينس 12 يعني بلس 12 فبيطلع جوابهم اللي هو 25 يعني راديكال 25 يعني 5 هيك بنكون كمان قدرنا نعرف الراديوس من وراء الايكويشن اذا معي اياها. طيب هلا راح نحل شويه اكزامبلز ان شاء الله بتوضح الصوره اكثر وهن اصلا سهلين هول. مثلا اكزامبل الاول في عنا معطينا السنتر وريديس هو هون ونحن بدنا نطلع الايكويشن للسيركل مثلا اكسرسايز 1 معنا السنتر اي 03 والريديس هو 5 بدنا نطلع له الايكويشن للسيركل. اسهل شيء هيدي الايكويشن الاولى اللي فيها براكتس ايكويشن للسيركل سيركل سي طبعا اوف سنتر اي وريديس ار رح تكون x minus الـ a square plus y minus الـ b square b اللي هي 3 square equal r square اللي هي شو 5 square. هون رح نحط x minus 0 يعني y minus الـ b اللي هي 3 بتصير الـ equation x square plus y minus 3 squared equal 25. هيدي الايكويشن للسيركل. كمان في اكزامبل تاني فور اكزامبل اكس الاي هي ماينس 2 0 والراديوس هو 2 يونتس اوف لينث شو بيكون الايكويشن للسيركل؟ بنفس الطريقه راح نحط واي ماينس الاي سكوير بلس واي عفوا سوري اكس اكس ماينس الاي سكوير بلس واي ماينس البي سكوير ايكوال الراديوس باور 2. هلا الراديوس باور 2 يعني شو 2 باور 2 يعني 4 هون x ماينس a ال a هي ماينس 2 وانا عم بقول ماينس فبتصير ماينس ماينس 2 يعني بلس 2 y ماينس ال b يعني y ماينس 0 فيني اتركها هيك وفيني بسطها يعني x بلس 2 كلها سكوير بلس هيدي كانه y سكوير بس ايكوال 4. كمان اكزامبل تالت انتو وقفوا الفيديو وحلوا لحالكم وتشوفوا اذا وصلت الفكرة او لا. ماينس 3 4 والار هي ايكوال راديكال 5 شو بتكون الايكويشن للسيركل؟ نفس الطريقة مثل اللي فوق رح تكون x ماينس a كلها سكوير بلس y ماينس b يعني y ماينس 4 كلها سكوير هون x ماينس a يعني x بلس 3 كلها سكوير ايكوال راديوس باور 2 يعني ايكوال راديكال 5 باور 2 رح تطلع شو 5. هيدي الايكويشن للسيركل هاي الايكويشن الثالثه.